وانا يما ما عنديش. الله يرحمكم يماكم اللي كنتوا تسبوا لي في يما، ربي يخلي لكم يماكم. تعرفوا نهار تموت يماكم تعرفوا واش معناتها. انا تشتمت يما، تشتم ولادي، تشتمت عائلتي، وهذه هذا المجتمع تاعنا الجزائري لازم نقبلوه. لم يتغير المشهد بين الامس واليوم، نفس الشخص في زمن مغاير، الثابت عبد الحق بن شيخة، وحتى الشتائم ثابتة ومتواصلة. فأين مكمن الخلل؟ والحاجة القوية في الانفيرونمون هي التربية، ليديكاسيون. ليكول إن شاء الله ترجع، يراجع ليكول، ليكول ما كانش. ليديكاسيون التربية أخو. أنا أولادنا يماتنا، واحد يماه تسمع فيه يقول الكلام، واش كي تسمعك يماك تقول الكلام كذا. الغضب بيا نتقد نغضبوا كل كاع نغضبوا، لكن الشتم والقذف راه قريب تولي ثقافة عندنا في الجزائر. هي ظاهرة مستفحلة بشكل رهيب، وتعد بمثابة امتداد صارخ لمظاهر العنف عبر مختلف ملاعب الجمهورية، ولكن بطريقة خبيثة ومضرة على اللاعبين والمدربين، خاصة من الناحية النفسية والمعنوية. قلبها فوق الخيال. عبك شغل تزعزعت، قلت له واش راني ندير هنايا؟ انا لون دو ماتش، والله العظيم واحد السيبورتر، واحد ثلاثه ولا اربعه ملي بدا الماتش كذا وكذا وكذا وكذا، وصلت وين كنت راح ناحيه التريك، وكنت طلع لي التريب، ومن بعد الناس قلت لهمك انت يا باسكو انت لاعب. ملاعب عديده اصبحت تضم مشجعين واشباه المناصرين، لم يعد يتحدون على صنع الفرجة فوق المدرجات، وإنما أصبحوا يتفننون في سب الآباء والأمهات، وتأتي في شكل ألحان شنيعة تكسر الخواطر وتهز المشاعر وتزعزع القلوب. وابل من الأصوات الدنيئة خلال جولات البطولة الوطنية وصوب اللاعبين أو أحد من الطواقم الفنية والإدارية، وتأتي بمجرد سلسلة من التعثرات أو أخطاء في التغييرات، ومنهم الانزعاج من مشكل في الحياة. ظاهرة ترمي بالكثيرين إلى وضع حد لمسيرتهم الكروية، كما أحرجت حتى من يتابعون المباريات وراء الشاشات. فما ذنب من ولدت وربت وحاربت، وهناك من ماتت؟ فصدقاً لن يشعروا بمرارة شتم الأمهات إلا بعد رحيل من تحتهم الجنة عن الحياة. بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه.